ان شاء الله مباراه القمه ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يكسب هذه المباراه، لان النادي الاهلي عنده الحمد لله لعيبه كويسه، عنده جهاز فني كويس، عنده استقرار، عنده النهارده ما تحسش بمشاكل في النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله هذه المباراه تطلع بصوره طيبه ايضا من الجماهير اذا كان هناك حضور جماهيري، اتمنى تطلع كويسه، واتمنى برضو الاعلام يهدي الامور شويه قبل هذه المباراه، والمباراه تخرج في صوره جميله، في صوره روح رياضيه عاليه جدا جدا، لل انت عارف المباراه دي بتبقى مذاعه على القنوات كلها، ودائما قناه ماتش الاهلي وزمالك بيبقى مدي لمسات لجماهير الكره المصريه ولمسات لجماهير الكره العربيه. فاتمنى اللقاء يطلع فني وسلوكي في المقام الاول ان شاء الله. لا هي القمه كمدرب، لان اللاعب انت مشترك مع 10 تاني غير الدكه الاحتياطي بره، ولكن لما بتبقى مدير فني بيبقى واقع عليك عبء جماهيري كبير جدا، بيبقى واقع عليك عبء نتيجه المباراه، بيبقى واقع عليك عبء ان انت كسبت المباراه الناس هتشيلك، خسرت هذه المباراه بتبتدي الاسهم توجه للمدير الفني.